خلونا كمان نقول لكم انه على مدار 50 يوم قدر مهرجان العالمين ان هو يكون ليه بصمه حقيقيه، سواء في التنظيم في الحضور. الكلام عن المهرجان طول الفتره اللي فاتت مش بيخلص، كل يوم كان فيه جديد وفي حاله من البهجه عند كل الناس اللي موجوده هناك. المهرجان قدر كمان ان هو يخطف انظار العالم، بس كلها عليه علينا العين، وزوار طبعا اكيد بفعاليات كتيره ومختلفه. والحضور هناك اللي كانوا موجودين على مدار 50 يوم خلال الاحتفالات الناجحة لنجومنا، سواء من نجوم الوطن العربي أو من مصر، اللي كان منهم كمان يمكن كلنا شفنا وتابعنا حفلة أليسا، نانسي عجرم، راغب علامة، ومن نجومنا في مصر كمان تامر حسني، أنغام، والموسيقار الكبير عمر خيرت. الفعاليات الحقيقة ما كانتش فنية بس، كان في فعاليات كمان زي ما قلنا رياضية مختلفة، واللي كانت محط إشادة كبيرة جدا من الكل. كمان مهرجان الدراما اللي أقيم في على هامش المهرجان، وكان حاجة مشرفة جدا الحقيقة. وإحنا كنا غطينا معاكم على مدار 50 يوم كل الفعاليات اللي كانت هناك، ومراسلينا كانوا موجودين بيتابعوا كل كبيرة وصغيرة، بيتابعوها لنا طول الوقت، رصدوا رد فعل الجمهور والزوار في المهرجان. تعالوا نشوف مع بعض تقرير عن مدينة العالمين والمهرجان خلال 50 يوم، ونرجع مرة تانية نكمل الكلام. بعد 50 يوم من أقوى الفعاليات الرياضية والفنية والترفيهية، بيسدى الاستطار على مهرجان العالمين اللي بيعد انعكاس طبيعي لاهتمام الدولة واللي حققته من نجاح خلال فترة وجيزة في تحويل مدينة العالمين الجديدة من منطقة ألغام لمنطقة أنغام، وبقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر المتوسط. مستوى تصميم وتنفيذ عالمي بيتلائم مع الجمهورية الجديدة، وده سعياً لجعل العالمين الجديدة أهم مدينة سياحية عالمية ضمن خطط مستمرة للتنمية. من أهمها مهرجان العالمين الجديدة اللي شارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين في مختلف المجالات على مدار موسم الصيف، علشان يقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر المتوسط في أهم مدن الجيل الرابع. مهرجان العالمين ضم العديد من البطولات الرياضية زي كرة القدم الشاطئية والبطولة العربية للجودو وسباق الترايسلون والبادل، بالإضافة للعديد من التحديات الرياضية بمشاركة نجوم الرياضة حول العالم. الحفلات الفنية في مهرجان العالمين أبهرت الجماهير وأشاد بيها العالم كله، وكانت البداية مع المطرب تامر حسني اللي أحيا حفل كامل العدد. ومن الدويتوهات الغنائية الناجحة دويتو الكينج محمد منير والكابو حميد الشاعري وغنائهم مع بعض على المسرح، ودويتو مدحت صالح وريهام عبد الحكيم. ومن الحفلات الغنائية الناجحة وسط إقبال كبير للمواطنين من مختلف الجنسيات ومن مختلف الفئات العمرية، حفلات الفنانين عمر خيرت وحكيم وأنغام وأبو وعمر كمال. مهرجان العالمين شهد أيضاً زخم كبير للعديد من الفرق الغنائية والموسيقية زي كايروكي والفرق الشعبية والتراثية، وأحيا مطرب الراب الشهير ويجز حفل غنائي كبير على مسرح أرينا العالمين في ختام فعاليات مهرجان العالمين في دورته الأولى وسط إقبال جماهير كبير. 50 يوم من الفن والترفيه، مهرجان العالمين أعلن ميلاد أضخم حدث ترفيهي في الشرق الأوسط.